طيب في فيلم سكوت هنصور في مشهد رحيل والدتك في في الفيلم اللي كانت بتجسدها الفنانه ماجده الخطيب ارحم غنيتي اغنيه ليله الوداع. ليله الوداع تاثرتي جدا وكان دموعك انا حسيت ان هي حقيقيه. هقول لك سر يا سمر. العظيم يوسف شاهين من اكتر الفنانين اللي بيحترموا الفنان وبيحبوا الفنان. كان لما بنعمل اي مشهد مؤثر هو بيحس بيه اكتر مننا. انا الاغنيه دي طبعا بتموتني يعني، ولكن هو كان دايما بيبقى جنب الكاميرا، فالموقف محزن جدا جدا. ربنا ما يوريهولنا يا رب ولا يوريه لاي حد يعني. تاثرت جدا طبعا طبعا، مشهد فظيع يعني. لسه بتخافي من رمضان؟ يا رب يعني يعدي على خير دايما. دايما عندي ذكريات صعبه مع شهر رمضان، بس بحبه طبعا، شهر الصيام وشهر القران وشهر العباده طبعا. بس كان عندك رحيل والدك في شهر رمضان فارتبط بيكي، كان صعب جدا 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 يعني.